والله تعبنا نفسيا، انا تعبت يعني حتى النوم بالليل ما اتوقع قادرين ننام ابو علي. ها اي والله يا بعد، وانا بهالفيديو ما راح احط لكم المشاهد اللي كلكم شفتوها وكلنا شفناها، لكن انا بوصل رسالتين. الاولى كل واحد يطلع ويقول ان صوتكم ما راح ياثر وتغريدتك ما راح تحرر فلسطين، قول له تشب ولا كلمه. لا، الكلمه تحرر والصوت يسوي شغل. احنا شبيدنا ما باليد حيله، ما اقدر انا اروح امسك السلاح واقدر اروح احارب، ما اقدر. بس انا عندي منصه اللي هي هذه تشوفوني منها الحين، اوصل صوتي منها. هذه هي سلاحي، هو سلاحي الوحيد. المغرد سلاحه تويتر، المغني سلاحه صوته، الناس اللي في ساحه الاراده وبالاعتصامات سلاحهم صرختهم. وقيسوا عليها، حتى الشاعر سلاحه كلماته، وكل واحد يحارب بالسلاح اللي عنده. واحنا كلنا عندنا سلاح مشترك على فكره، اللي هو الدعاء بنص الليل. لا تنسونه، هذا يسوي شغل، هذا هم سلاح. وعلى طاري ساحه الاراده، انا تسمحوا لي بس نقطه صغيره. بعض اللي يطلعون بساحه الاراده، انا وياك ان انت توصل صوتك لاخواننا في فلسطين، لكن طق الكويت وحكومه الكويت عيب عليك يا اخي. الكويت ظلمتها شينه. الكويت اكثر دوله كانت ولا زالت واقفه مع القضيه الفلسطينيه، تطلع انت تنتقدها وتقول الحكومه؟ الحكومه ما قصرت. كلمه وزير الداخليه طلال الخالد لما قال احنا في حاله حرب مع الكيان الصهيوني، هذه كلمه ترفع راسك فيها بين الناس كلها. اما الرساله الاخيره حق اللي يقولون شلون تنسون الغزو وسنه 90 وموقف الفلسطينيين وياسر عرفات والقيادات الخونة الفلسطينية، أنا وياكم وأنا مع أبو علي أكثر اثنين تكلمنا عن هالموضوع، وأنا أكثر واحد طقيتهم. لكن الحين بهالحالة الطفل إش ذنبه؟ الأبو اللي شايل عياله بكياس إش ذنبه؟ الياهل الصغير اللي قاعد يلقن أخوه الشهادة وهم طايح عليهم بيت، هذا إش ذنبه؟ فرق، لا تدخل شيء بشيء. يا أخي استحى على وجهك. أنا ما أبي من الناس اللي تحبط أي واحد مع هذه القضية. ما بيك تكلمني في منصبك ولا حتى بثقافتك ولا حتى بشهادتك، ولا أبيك تكلمني حتى بعمرك كم. أنا أبي منك طلب واحد، أنا أبيك تكلمني بإنسانيتك. كافي كافي علي أنا أنك تكون إنسان يا أخي. وكفاية أنك إنسان.